قررت السلطات المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان إغلاق جميع الأماكن التي لا تلتزم بشروط الدفاع المدني، وذلك على خلفية حريق هائل نشب في معرض للأثاث المنزلي في شارع 60 وسط المحافظة. وقال قائم مقام أربيل نبز عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده أمام موقع حادث الحريق بعد إخماده أن فرق الدفاع المدني فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وأضاف نمر بأوضاع حرجة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وندرك مدى المخاطر التي تحدق بنا. وشدد عبد الحميد بالقول إن الأماكن التي لا تلتزم بتطبيق إجراءات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني ستتعرض للإغلاق.